شخصية مجنونة مرحة وجدية وحنونة كل شي على كيفة رح يمشي وقت تفكر بدها أي شي البنت الأخلاق وردية بدك تعرف مين هي هي جودان وإنما بتمشي بتعمل مشكل والناس فيها بتتفشكل ولما بحنية تحاكيها مثل الوردي بتلاقيها هالبنت الحلوة من الروح عطر الزهرة من هيفوح بدك تعرفها من هي هي جودان هي جودان ايه صاروا جوا خلص رح نجيب المصاري تمام ورح نجي بأسرع وقت لعندك ولا يهمك بحاكيك لما نخلص شغلنا معناها في مجرمين حقيقيين بالبنك اسمعني يا سيد حماية بيت جندال وكناينة سرقوا كل شي منا ما معنا شي لنعطيك يا هنن عذبونا كثير قبلك رجاء خلينا نطلع ايه خلينا نطلع شو عم يقول هاد؟ ما بعرف انت شو عم تقول؟ انت اللي سرقتي البنك ما هيك؟ لا 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 لا, لا, لا. وكان عينك ساعدوكي كلامه صح روح جيبها شي كتير حلو شوف بعرف منيح اني حلوة بس انا متزوجة وانتبه منيح على تصرفاتك وخليك مهذب اسحب تتجرأ وتقول هالحكي مرة تانية صحيح انك بلا عقل غريبة اسمعي منيح بكفي مزح ماشي انا ما عم ضيع وقت كنت عم احكي عن المصاري مو عن جمالك انتي بدي المصاري فهمتي موجودين بشنتايتك فرجيني شنتايتك لشو اعطيني الشنطة اعطيني اياها يلا اخي حاطط طيون ما معي شي ابدا اعطيني اياها لا انا ما رح اعطيك شي ما في ما رح تستفادي منهم بشي يلا الشنتاية فاضية نحن ما سرقنا شي هن عم يكسبوا المصاري لسه معهم خدها منهم واتركني روح حياة زوجي بخطر ولازم روح ما في وقت رجاءً خليني روح شوف أنا عم بطلب منك أنت ليش أنت ما عم تستوعبني رجاءً أعطيني الشنتة ولا حركة رجع لورا قلت لك رجع لورا مفكرني وحدة صغيرة اه هي هي انت شو عم تسوي لا تضحكوا على فكرة انتوا ما بترجعوا عمي رح شي فهمانين انا سرقت البنك وتحت كثير كرمال هالشي وما رح اعطيكم المصاري يلا بعدوا عني بعد لورا فهمت علي ولا لا شو هاد ها انا كنت حابب اقول لك شكرا لانك خليتي شغلنا يصير اسهل بس انت فجأة وجهتي المسدس علي وهي غلطة كثير كبيرة انت غلطتي كثير بحق حالك على فكرة بعدك صغيرة لا تصيري حماي عن جد هدول كناينة قولوا انتو كناينة؟ يعني انتو الثلاثة سرقتوا البنك لحالكم بدون مساعدة حدا؟ وانتو التنتين ما قدرتوا تكونوا كناينة منا؟ كان لازم تضلوا قاعدين بالبيت بدل ما تجوا وتزعجوها لحماتكم هي وعم تسرق شو الفايدة من وجودكم هلا؟ بعدين شو خطر لكم تسرقوا هيك بنك؟ ها؟ انتو ما عندكم أولاد تربون وتهتموا فيهم؟ هاي جزاتها لحماتكم؟ نزل المسدس ما عرفتوا تضلوا بالبيت وتتخانقوا مع بعض؟ ليش عم تحكي مع كنايني هيك؟ رجع لورا وتركنا بحالنا رجع أنا نزل المسدس مو كنتي عم تقولي إنك مثلك مثلنا من شوي؟ ليش انزعجتي لما حكينا مع كناينك؟ قولي ما هان عليكي يعني؟ حاجة بكفي تخبيص بقى إذا غلطت معهم بكلمة رح تندم كتير رح أوصك إذا حكيت أي شي عليهم فهمت؟ لعلمك أنا كنت عم أمزح يا حماتنا بس إذا حسيتي بإهانة فأنا آسف يلا اعطيني هالشنطه يلا لا ما رح اعطيك شيء والا رح تموتوا كلكم اليوم اسمعيني رح تنقتلوا كلياتكم وما تستفيدوا من هالمصاري اعطيني اياها لشوف لا انا بحاجه المصاري حتى انقذ حياه زوجي اكشات ما بقدر اعطيهم الشنطه شو ما صار قلت لك اعطيني اياها يلا مستعده اموت قدامك وما اعطيك اياها مستحيل اعملها لا حماتي اهدى حماتي انا بدك المسدس
المصاري رح اخذها عجبك او لا، بس انا بالمقابل رح اعمل شيء كثير مهم. حابب اتشكرك كثير لانك سهلتي علينا شغلنا يا حماتنا. شو اللي عم يصير؟ خلوها تهرب. ليش هيك عم تعملوا؟ انا ما بقدر اعطيك الشمس يا جان، حاول تفهم علي وتقدر ظرفي. بعد جان شغلك، روح واسرق بنك تاني. بس انا بحاجه الشنطه كثير، رجع للوضع خطير. لو سمحتوا خلونا رجعوا كلكم. لو سمحت هاد معون؟ مين هذا؟ انت عارف شيء؟ انت شو جابك؟ ايه اكيد معون. مو قلت لك استنى بالسياره؟ معلم لساته جديد، بلكي بده يخبرنا شيء. احكي. شوفي شو المشكله؟ كل شيء تمام؟ ليش ما عم تحكي رد؟ روح اشرب مي يلا من هون. شو بدهم يساووا هلا؟ شوفي شباب، كنت عم بسأل، جيت لأشرب مي. شوف من وين جبت لنا هذا التافه؟ ها اجى لهون بس مشان يشرب مي وما قدر حتى يلتزم بالخطه يلي اتفقنا عليها. اطلع من هون فورا واستنانا بالسياره. حاضر. فهمت؟ لا لا. شوف قلت لك ما بقدر اعطيك الشنطه. خلصيني، ما عاد اتحملك. اعطيني الشنطه هلا والا رح اوصك عن جد. انا عم بطلب منك هلا، انا بحاجه هالشنطه لحتى انقذ زوجي. بترجاك اذا بتريد خليني اروح، مستعده اضحي بحياتي وما تاخذها. طيب حمد. بما انه بدك تموتي استعدي. لا لا شو عملت؟ معلم الشرطه رح يوصلوا، انا رح اتكفل بالموضوع، انت كمل شغلك. طيب خذ الشنطه منا وبسرعه وقفها على جنب. تمام. اذا حاول حدا منكم يعمل شيء رح اقتله فورا. شوف يا سيد بترجاك، رجعوا لورا. عم بطلب منك بترجاك خليني روح. حياة زوجي بخطر، اتركني روح اذا بتريد. عم بحكي لك لاخر مره والا رح اقتلك. اتركني روح. حماتي حماتي بعد عني، اتركني روح. شو هالوقاحه؟ فكرت انك شخص منيح وانقذتني بس طلعت غلطانه. اسمعني انا ما رح اعطيك الشنطه، فيك تحاول قد ما بدك بس رح اضربك وبعدك عني، فهمت ولا لا؟ لهيك خليك واقف بمكانك واتركني اطلع انا والشنطه سوا. لو تعرف حصلت عليها بصعوبه كبيره. شوف شو عملت. تعرف شو؟ انا كنت شوف الحراميه تبعات البنوك بس بالافلام، تعذبت كثير حتى قدرت اسرق البنك، شفت كثير مقاطع وافلام وحتى اشتريت كتاب تعليمات. طلع علي شوف، حتى اني تنكرت بهاللبس هاد وعملت مثل الحراميه، شايف قديش تعذبت؟ وبصعوبة كبيرة اضطريت اسرق مصاري عالم بريئين. شو كان بدي ساوي؟ حياة زوجي بخطر، فهمت؟ مفكر رح تاخدهم؟ انا ما رح استسلم ابدا، فهمت؟ مستحيل لاني متت لحتى قدرت جيبهم. اسمعني انا ما غلطت بشي صح؟ بعرف اني ما غلطت، لهيك تركني روح يلا. انتي ما عم تكذبي قدان. بعرف انك ما رح ترضي تعطيني الشنطة ابدا. مين انت؟ أكشات هاد أنت؟ قدان أنا بعرف أنك رح تعملي أي شيء وتجازفي بحياتك لحتى تقدري تنقذيني من هذا المجرم فيكرانت. أنت منيح؟
مجروح فكرانت هو يلي عمل فيك هيك مو؟ أنا رح أقتله، ما تقلق، صدقني رح أقتله. رجاءً قدام، كله جرح بسيط، أنا رح كون منيح. أنت مفكر إنه جرح صغير بس هو عميق كتير؟ إيه قدام، أول شي احكي لي ليش تورطتي بهي القصة وسرقتي بنك لحتى تنقذيني؟ شو كان فيني أعمل ليش يعني؟ عملتي هيك مجازفة كبيرة وخطيرة قدام؟ هذا ولا شي، أنا مستعدة لأي شي كرمال تكون منيح أكشات، وأنا كنت طول الوقت خايفة عليك كتير ومتوترة. ليش إجيت لهون؟ مالك شايف قديش خطر هذا المكان؟ لحظة، أنت جازفتي بحياتك لحتى تنقذيني وسرقتي بنك ومتوقعة إني رح أمشي لما تكوني أنت بخطر يعني؟ لا تنسي، أنت شريكتي وأنا شريكك قدام، رجعي تذكري، شو نسيتي؟ شبك؟ تعرف أكشات؟ تعرف قديش كنت خايفة؟ صح إنه أنت شريكي، بس أول ما أشوفك بتصير طاقتي كلها أكبر وأحسن. إيه طبيعي، وأنا رح أعطيك القوة لتستمري طول ما أنا موجود هون، تمام؟ تعرف؟ هدول المجرمين كتير خطيرين، لحقوني كل الطريق لهون، كانوا رح يقتلونا. خليكي هون لشوف، أنا ما رح أترك واحد منهم أبداً. لازم يعرفوا شو مصيري اللي بيحاول يأذيكي ويقرب منك قدام. لا أكشات، بترجاك هدول المجرمين. ممتاز، شو هالخطة المدروسة اللي عم شوفها؟ شو بده يصير فينا؟ يا ترى حماتنا منيحة، أنا خايفة عليها، وأجي ماله هون، شو بدنا نعمل؟ ما عاد أقدر أتحمل. أنتوا التنتين اسكتوا، أنا قلتلكم ما تحكوا ولا حرف. أجي؟ معقول هذا مع النسوان؟ ما عاد عرفنا شو. شوفي، ما عم أفهم شي. يلي كانت خايفة على زوجها شكلها كانت عم تضحك علينا، مو بس كناينة، حتى زوجها المحترم طلع جزء من الخطة هي كمان. شكلها كل العيلة مجرمين وحرامية. نحن ضعنا. كنتي عم تمثلي كتير منيح، أصغر حماية بالهند، وانت زوجها يلي بتحبه وخايفة عليه على أساس فايت لعنا متنكر على إنك واحد من فريقنا؟ صدقني ما رح تطلع عايش ولا. بس هو شو سنبنا نحن؟ مفكر حالك شو جاي يعني؟ ها؟ يلا شو رأيك تجرب؟ شو قلت؟ أكشات شبك؟ عيد مرة تانية؟ ليش ما بتحاول؟ قوصني. معقول؟ كون جاهز لهالشيء. متفائل على حالي. حماتي. عن جد شاطر. برافو. شو هلا؟ يلا تعي. نزلوا مسدساتكم على الأرض فورا. قلن بسرعة ينزلوا مسدساتهم هلا. قلن نزلوا مسدساتكم لتحت. نزلوها من هلا ورايح. اصحك تفكر تهدد مرتي او حدا من عيلتي، عم تفهم علي؟ حاضر. لاكشمي خدي المسدسات منهم يلا. هي لا تتحرك. ماتي شو بده يصير فينا؟ مفكر الموضوع مزحة؟ يمكن قدرت تخدعني. بس مين هلا رح ينقذك من اكشات اللي السيد اكشات رح يخلص عليك، عم تفهم؟ بودان انت شو عم تحكي مع الزلمه هلا؟ اسف بس اندمجت شوي، شكلي عم بالغ. ارجعوا لورا، ارجعوا لورا. فرجت. تحذير، الشرطه محاصره كل المكان، ما عندكم مجال للهرب. حلو، واخيرا اجوا الناس يلي بتحبوهم، صار وقت العقاب. هلا امشوا لبرا. يلا يلا امشوا مع بعض. يلا يلا.
لا تخليه يهرب منك. اهربوا المصاري كله. سيد اتركه يروح، رح يوقف لحاله. لما يتعب هو رح يوقف. شو؟ خدوهن، يلا خدوهن معهم. يلا. على مهلك، لا تدفش مدام جندال. بس هو هرب ومعه كل المصاري. سبق وقلت لك يا سيدي ما في داعي تقلق، وجدان موجودة، لأنه بصراحة كل الوصولات والشيكات مزورة. أنا بدلت الشنطة اللي فيها المصاري الحقيقية بشنطة بتشبهها، وخبيت الحقيقية بالحمام. شو؟ ايه كتير ذكي. أنا حافظت على مصاري الكل، وعلى فكرة موبايلي موجود بالشنطة، يعني فيكن تلاحقوه بسهولة وتحددوا مكان تواجده بدون ما تتعذبوا. لاكشمي بتورجينا شطارتك لشو؟ احكي لي لوين اخذ المصاري هالمجرم الحرامي. قولي يلا. ماشي حماتي. خذوا الموقع من المدام جندال وقعدوا عليه بسرعة. تعرف شغل اكشات؟ حاسة اني معجبة بحالي. رح اعطيك الموقع. قديشني عظيمة. حاسة اني فخورة بحالي فوق ما تتصور. شوف سيادة الضابط، ليك افهم علي، مالك حاسس اني ذكية لدرجة اني لازم اكون مديرة بدائرة الشرطة؟ مو معقول. سيدي انا حابب اني اعتذر. حابب اعتذر منك ومن الكل، مو بس لانه جدان سرقت البنك مشاني، وبعرف انه هذا الشيء غلط تماما، بس انا اسف لانه اضطريت تنحطوا بهذا الموقف. المشكله اوقات منلاقي حالنا مضطرين نعمل امور غلط وباوقات غلط، والغلط هالمره كان كبير، بس جدان اثبتت انه نحن منقدر نصلح غلطنا حتى ونحن عم ننقذ عائلتنا. اليوم أنا وعيلتي والكل عايشين لأنه جدان عرفت تتصرف بالوقت الصح سيدي، وجدان ورجتنا أنه حتى إذا كنت عم تمشي بطريق غلط وعندك شجاعة وبتملك الحب والإرادة قادر لحتى تحارب المشكلة يلي أنت فيها، وبالطريقة بتقدر تصلح أغلاطك يلي وقعت حالك فيها. جدان أنت مدحتي حالك وبتستاهلي، بس أنا بدي أحكي لك وأعترف لك بشي قدام الكل هلأ. أنا بحبك جدان، وما عم بقدر أعبر لك وأحكي لك قديش أنا فخور فيك. مو بس أنت، نحنا كلنا فخورين فيكي بصراحة. نحنا كمان فخورين إنه أصغر حماية بالهند كلياتها بتكون من هالمنطقة هاي. جدان خلينا نزعف لحماتي. برافو برافو. نحن كتير فخورين فيك جدان. شكراً كتير. رجاء سامحينا جدان، نحن ما كان لازم نحكي معك بأسلوب غلط أنت وعيلتك، كنا غلطانين وما منعرف الحقيقة. نحن كتير أسفين، بترجاكي سامحينا. مدام جندال أنت أنقذتينا كلنا، وطلع كلام الناس اللي بالمنطقة عنك صح، جدان بتعمل أي شيء. صح هي بتعمل أي شيء. لازم تتعلم منه، شوف قديش بيحب مرته وحتى انقذها من العصابة. أما أنت ما بتفكر غير ببطنك وبس، ولازم تنزل على شي نادي وتتمرن لأنك تخبيت ورا مرتك. يا زملاء يلا نرجع على الشغل. شكراً مدام جندال. سيد جندال رجاءً تمروا على المركز لحتى تعطي شهادتك. أكيد بعدك رح أجي أول ما أقدر. خدوه من هون. يلا جدان أنا كنت بدي أسألك شيء. منيح أنه خلصت على خير. تفضل قلي لي، أنت بطلة خارقة؟ قصدي أنه حاولتي تسرقي البنك لحتى تنقذيني من الخطف، وبعدها واجهتي العصابة الحقيقية بالبنك وخاطرتي بحياتك كمان وحافظتي على مصاري العالم. يعني أنت عن جد خططتي لكل هاد ولا كله صار بالصدفة؟ كيف قدرتي تعملي هيك؟ ليش لحتى جاوبك يعني؟ أنت بتحكي لنا سر وصفاتك شي؟ لا تطبخ لنا وبس ونحن مناكل. نفس الشي هاد السر تبعي، فأكيد ما رح شاركك فيه. أنا بدي أقول لك شكراً جدان، ما بتتخيلي قديش أنا مبسوط كتير إنه أنت وعائلتنا الحلوة بخير هلأ بسببي أنا وبسبب الوحش فيكرانت. أنت خاطرتي بحياتك جدان، عائلتي كلها كانت بخطر. لحظة صديقي. شوي شبك أكشات، رجاءً اهدى شوي. ما في داعي إنك تعتذر على شي ماشي، لأنه فيكرانت هو السبب بكل شي صار مو أنت، هو جبرني أعمل كل هاد.
وكان بده يستخدمك كدرة لحتى يأذينا كلنا أكشات. بس أنت منيح وليكك قدامي هون بخير. استنى ورح تشوف فكرانت عم يدفع تمن أفعاله كلياتها. أنا ما بدي تعتذر لي ولا تشكرني، ما بحب هيك أصلاً. بعدين رجاءً ما تنسى، هلأ أنت أعطيتني اسم كبير ومحترم وحلو كتير كمان، جدان أكشات جندال. كيف متوقع أني أتخلى عنك؟ هذا الشيء واجبي طبعاً. جدان أنت عملتي أكثر من واجبك. هذا المحقق، إيه سيادة المحقق؟ تمام، أنا رح أجي على المركز وأقدم شهادتي فوراً، تكرم عينك. ماشي، يلا. ليكي جدان، لازم روح وأقدم شهادتي. رجاءً روح على البيت هلأ مع دورجا ولاكشمي، ماشي؟ اتفقنا. شوفك بالبيت. فيكرانت؟ عم تحاولي تعملي حالك مهمة مو هيك؟ صار لازم تموتي. فوتي لجوا. حماتي يلا تعالي لا تعذبيني. حماتي يلا فوتي. ايش هي؟ السيارة مقفولة. افتح! عم قلك افتح! وقف! جدان! 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 لك اخذ حماتي جدان! بدنا نعمل؟ لوين بده ياخدها؟ شو رح يصير؟ ما حدا بيعرف شو ممكن يصير. لوين بده ياخدها يا ترى؟ نحن شو بدنا نعمل هلأ؟ وين بدنا نلاقي يا إشي؟ ما في داعي ندور، أنا رح ضل وراهن. اليوم رح خلي فيكرانت يندم. إشي لاكشمي، أنا ما عم بفهم شي، ما بعرف شو رح يصير، ما بعرف وين ممكن يكون أخذها فيكرانت. تعرفي أنا شو رح أعمل هلأ؟ أنا رح أتصل بالشرطة. يلا اتصلي بالشرطة وأنا رح أتصل بستي. تمام. ألو ستي، فيكرانت خطف حماتي جدان. شو؟ عم تقولي فيكرانت خطف جدان؟ كيف؟ ستي ما بعرف كيف هيك صار، خطفها فجأة من قدامنا. بس ما تقلقي، إجي رح ينقذها، نحن عم نستناه هلأ. إيه؟ لا تخافي. هذا الوحش جبان وخطير، ما بعرف شو ممكن يعمل. لا لاكشمي، لاكشمي اتصل فيني اجي هلا، هو بيعرف وين جدان. قلتي بيعرف؟ فيكرانت اخذها من طريق الدار. نحن لازم نلحق. ايه لاكشمي يلا رح نضل عم تقلك شو بيصير معنا. ستي اسمعيني شوي. يلا امشي. يلا شو صار ستي؟ شوفي احكي لي. حدا صار له شيء؟ بترجاكي بنتي خديني شوف جدان. شبه ماما جدان، انا بدي انقذ جدان، خديني لعندها هلا. ايه ستي نحن رح ننقذها سوا، بس احكي لي شو صار. امي منيحه؟ ما في شيء منيح، كل شيء عم يصير غلط. اول شيء كان اكشات يلي بالمشكله، وهلا صارت جدان. فيكرانت التافه خطف امي جدان. انا ما بعرف شو رح يعملها لجدان. انا لازم اروح على الدار يلي قريبه من منطقه كاليبا هادي. هالطريق خطير كثير، قريت بالجريده انه بصير في حوادث كثير. خديني لهني. ستي ستي اهدي، انا رح اتصل بالسائق. رح نروح سوا. ماشي فورا. اتركني روح فيكرانت، انا رح موتك. اتركني روح. اسكتي احسن ما زدتك برات السياره. خلاص. شو رح تستفيد إذا قتلتني؟ شو رح تكسب فيكرانت؟ أنا ما رح أسمح لك تعمل هالشي فيني. تركني تركني. هذا الشي اللي ما كنت عم بفهمه صراحة. طولت حتى استوعبت إنه إذا بدي أأذي أكشات ما لازم أأذي بنته، بالعكس أنا لازم أأذي مرته. إيه لأنه هو أبداً ما رح يقدر يعيش بدونك، وموتك رح يكون أكبر عذاب لإله جدان. فهمتي؟ شوفي خايفة؟ عادي، الناس بيفقدوا عقلهم لما تكون حياتهم خطر وبيبلشوا يضحكوا هيك مثل المجانين، يعني مثلك. فيكرانت أنا ماني خايفة، عم بتضحك، حياتي صارت بأمان. كيف يعني؟ ليش ما بتطلع وراك؟ لأنه الموت جاي لعندك. ايه تعال الحقني. أكشات! شو بدك يعني أويس؟ فيكرانت وقف السيارة.
قويس عامل لك وقف السيارة. بكران أنا بورجيك. شو عم تقول؟ ما معك المفاتيح؟ أنت السائق، كيف ما معك المفاتيح؟ وين المفاتيح لكان؟ احكي لي لشوف، أنا لازم أنقذ قدام، حياتها بخطر كبير، بسرعة. إيه أنا بصراحة رايحة على حفلة، لازم تلاقوا طريقة تانية، تمام؟ أنا رح ورجيكي ريفتي، ما رح تروحي من هون أبداً. ما سمعتي شو كانت عم تقول ستي؟ حياة أمي بخطر، نحنا لازم نروح لطريق الدار، أعطيني المفاتيح. أنت شو عم تقولي؟ قدان رح تموت؟ عن جد؟ لا، أكيد عم تمزحي معي، مو؟ بس هي مستحيل تموت، عطول بترجع من الموت، لا، ما رح تموت أكيد. ريفتي حلو، شكله الموضوع جدي، وأخيراً فكران تعرف يعمل شي قصة. يا فكران بترجاك تموتها لقدان وما تخليها ترجع على البيت، لأنه ما لازم ترجع أبداً. اسمعي، يمكن العلاقة سيئة بيناتكن هلأ، بس ما فيك تعملي هيك، هي لساتها أختك. لا هي مو أختي، نحن أخوات من غير أم. ستي ليش بتضلي تنسي؟ حكي لي لشوف، ليش لازم أنزع مرائي بسبب جدان؟ ها؟ أنا رايحة على الحفلة، أنتي ليش ما بتحضري لسفرك؟ تمام؟ يمكن تكوني بتكرهيها ريفتي، بس أنا بلشت أحبها. أنا خسرت أمي، بس ما رح أخسر أمي جدان، أنا رح أنقذ جدان، عم تفهمي؟ تركي ايدي، خلينا نروح ستي بسرعة. قديشك مغرورة وشايفة حالك بالنسبة لعمرك، لازم فيكرانت يقتل جدان ويخلصنا منه ومن أليشا كمان. تركني، عم اقول لك تركني، خليني اروح. بالأول تعي معي وبعدين بتروحي. تعالي تعالي تعي لهون. تعي وقفي، عم قلك وقفي. وقفي وقفي وقلا رح أوس. تركني روح، أكشعت رح يموتك، فهمت؟ وليش لحتى أتركك؟ أنت الطريقة الوحيدة لأخذ حقي. قدام قدام أكشاد أكشاد. وقف عندك فيكرانت. قلت لك وقف، فيكرانت اترك قدام، تروح اتركها فورا. ليك اتركها وقلا. وقلا شو؟ شو بدك تعمل؟ أنت حياتك كلها بإيدي، كيف عم تتجرأ تهددني؟ أنت مو بدك تنتقم مني أنا، ليكني قدامك، بس خليها تروح. شوف أنا واقف قدامك وماني حمل شي، فيك تعمل فيني أي شي، بس بترجاك اتركها لقدام. منيح، معناتها رح أقتلك. لا لا أكشات، بترجاك تروح، انتقام هذا الوحش بعمره ما رح يخلص، لا تخلي حياتك بخطر بسببي. فيكرانت انت بدك تنتقم مني صح؟ اقتلني إلي، اذا فكرت تأذي أكشات رح موتك. جدان لا تعملي هيك. تمام، بما انك مستعجلة رح اقتلك قبله. لا فيكرانت، نزل المسدس فيكرانت، اقتلني بدل ما ترجاك. طيب قتلك بدل او وصلي. انت شو عم تقول أكشات؟ فيكرانت انت بدك يعني انا مو أكشات. وقفوا لي هالمسخرة هاي بقى، قتلني إلي لا قتلني انا. شو رأيكم تقرروا مين أقتل؟ لا تشوشوني أكتر من هيك، فهمانين؟ بكل الأحوال إذا أنتوا الاثنين بدكم تموتوا، ليش ما بتنطوا ومنخلص وهيك بتصيروا قصة كبيرة؟ شو رأيكم؟ رح تصير أسماءكم مشهورة مثل قصص الحب الخيالية والأفلام والمسرحيات، جدان وأكشات. حبيتوا الفكرة؟ بس أنا بعتذر منكم، لأن قصة حبكم الكبير رح تنتهي بعد شوي برصاصة واحدة. على الأقل حبنا حقيقي على عكس حبك.
انت ما بتعرف تحب كذاب حقير، بعد عني. شو قلتي؟ حبك الحقيقي وحبي كذب. اساس الحب تبعك هو سوء تفاهم. بشو كنت عم تفكر؟ بدك تتهمه لاكشات بسبب غلطه عملها بدون ما يقصد هالشي؟ ما كانت غلطه ابدا، كانت جريمه. اهدى فيكرانت، بترجاك اهدى فيكرانت. زوجك قتل مرتي وابني، هو نهالي كل عائلتي. كم مره بدي اقول لك هالشي وفهمك؟ ابنك ما مات بسبب اكشات، ابنك مات موت طبيعي. لا، هو يلي قتله، هو المسؤول عن هالشي. انتو ما بتعرفوا شي بالمرة. بيكران بكفي، خلص بقى بكفي، وقف بقى هالقصة يلي ما كانت تخلص. بترجاك تركها لقدام، ارجع لورا. هي ما غلطت بشي، اذا كنت بدك تنتقم مني فليكني جنبك. اكشات هاد الزلمة مجنون، بترجاك تروح. ليكني واقف هون عمال فيني شو ما بدك. بترجاك ارجع لورا تروح. شوف فيكرانت، انت رجع. بتعرف، طيب ماشي، انت بتعرف انه اذا قدان انأذت بشي انا رح عاقبك وقتها، لهيك اذا بدك تضل عايش اتركها تروح. اتركها، يلا اتركها، ارجع لورا. اسمع الكلمة احسن لك. ايه ماشي، رح اوصى اذا ما بتسمع. ارجوك كلمة. ارجوك ارجوك، انت شو مفكر حالك؟ ها احكي، شو مفكر حالك؟ المسدس معي وقدان كمان معي، فوق عم بتهددني؟ لا تفرج منيح، صح انك حر بس مانك قدران تعمل شي بالمرة. فيكرانت استنى شوي، انا واقف هون وما معي اي شي، فيك تعمل فيني اي شي. توك قدام بترجاك. لا اكشات عم بطلب منك، بترجاك. شايفك كثير خايف عليها، ما لا وبتحبها كمان، حتى انا كنت حب مرتي كثير بس انت سرقتها مني. مرتي حبيبتي فايسالي، اليوم مرتي مانا عايشة بسببك انت، لازم اوصها. انت فهمان معنى هالشي؟ هي ما عادت هون. لا. ما بقدر اسمعها ولا بقدر شوفها ولا بقدر حاكيها. تعرف شو؟ لما شوف قديش بتحبوا بعض هالشي بيجرحني كتير، بنزعج وبتضايق لأنك أخذت حبي مني، وانت عايش مبسوط مع مرتك التانية. كم مرة بدك تتزوج؟ قلي كم مرة انت ناوي تتزوج؟ ها؟ أنا اجيت على بيتك لحتى لا تحركي، إذا تحركت بأوسك. لما اجيت على بيتك انا قررت بوقتها اني اعملكن مشاكل بحياتكن سوا، بس كل ما حاولت اعمل هيك كنت على طول افشل، وهالشي زعجني. كل ما خطت ضدك قدان تنقذك، وكل ما خطت ضد قدان تنقذها انت، وكل ما خطت ضد العيلة كلها انتو تنقذون، بس اليوم وبهالوضع هاد خليني شوف مين بده ينقذكن مني. ستي ستي أليشا، قدان أمي. فيكرانت ليش أمي شو عم تسوي؟ يا أهلا وسهلا بالسيدة جندال، هلأ أكيد بدك تعطيني درس بالمبادئ مو هيك؟ ليش أجيتوا كلكم لهون؟ لا تخاطروا بحياتكم مشاني، تركني. فيكرانت لا تقوز قدان. إيه قلولي يا بناتي الحلوين، لاكشمي أليشا، بما أنكم كلكم مجتمعين هون فيكم تحكوا شو ما بدكم، لا تخلوا شي بقلبكم تجاهي. إيه بس خليني أوضح لكم شي واحد بس. قدان رح تموت قدامكم كلكم، رح تموت لا. اليوم لا فيكرانت، بترجاك لا تركها. فيكرانت إذا بتريد لا تعمل هيك. فيكرانت اسمعني، شوف فيكرانت، شوف إذا كان بدك تقتل حدا من أولادي قتلني إلي أنا. أمي بس اترك انت تروح، انا عم اطلب هالشي منك. بترجاك اسمعني، لا تقتلوا ولادك. امي خلاص، شو هالحكي هاد؟ الكل يرجع لورا، تركوها تترجاني، هالشي بيعطيني طاقه اكثر. لا لا فيكرانت، بترجاك تتركها، لا تاذي امي. فيك تقتلني انا، بترجاك لا تاذيها، انا المسؤوله عن كل شي، اتركها. أليشا كرمالي انت شو عم تحكي؟ اصحك تصدقي هاد الزلمه هذا بلا عقل. لا فيكرانت مو أليشا، فيك تقتلني انا بدالهم، انا يلي خنتك ودعمت قدان وضحكت عليه، لهيك فيك تقتلني لالي انا، فيك تقتلني. صح كلامك مزبوط، رح اقتلكم انتو التنتين وانت كمان رح اقتلك. ها فيكرانت بترجاك فيك تقتلني لالي، بس اترك حماتي تروح بترجاك. لا لاكشمي انا ما رح اقتلك، بس دورجا يمكن اقتلها، يمكن اقتل الكل، ما حدا بيعرف شو ممكن يصير وشو ممكن اني اعمل. فيكرانت لو سمحت، فيكرانت إذا بدلي لإلي أنا. فيكرانت شو هاد؟ ارجعوا كلكم لورا. فيكرانت لورا، لا 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 بدك تقتل الكل يعني؟ احكي لي شو بدك؟
بدك تقتل قدام بس عيلتها كلها هون مستعدين يضحوا بحياتهم كرمالها. خلاص نحن رح ناخد قدام هلا وما رح تقدر تعمل اي شيء، عم تفهم علي؟ لهيك الشيء الوحيد يلي فيك تعمله انك تنزل مسدسك. اترك قدام فيكرانت رجاء. رجع لورا، عم بتحاول تتشاطر يعني؟ انا ما عم بمزح ابدا، رح اوصها هلا هون قدامكم كلكم. طيب انا هون، اتركها تروح. لا بترجاك، ليش اجيتوا لهون؟ انت بدك تنتقم مني الي، لهيك قتلني بس اذا فكرت تاذي عائلتي انا ما رح اتركك. عم تسمعوا شو عم تحكي؟ اسمعوها منيح ورجعوا كلكم. فيكرانت اهدى ونزل المسدس. رح اوصها اذا ما سمعتوا كلامي. روحوا. لا لا بابا أكشات، أكشات أكشات اتركني. فيكرانت أنا قلتلكن، مفكرين القصة مزحة؟ اتركني اتركني أكشات أكشات. سيدي جندال، أنت أكبر شخص هون، خلي ابنك وعيلته يفهموا إنه هالمرة رصاصة إجت بإيده، بس إذا قربتوا خطوة رح أوصوا براسه عن جد هالمرة. لا شو رأيكن؟ لازم أوصى مو؟ تركني. مو؟ هاي لا تربي علي، لا تربي أحسن لك. فيكرانت وقفا. أكيد عم تسألوا حالكن ليش ما قوصت وخلصت منها. بصراحة إجتني فكرة خطيرة كتير، بما إنه العيلة كلها موجودة هون لتأنقذ جدان، لهيك لازم تاخدوا فرصة وتحاولوا تغيروا هذا الواقع. بدكم فرصة؟ شو فيكن تعملوا لحتى تنقذوا جدان؟ فيكرانت أنت بتعرف إني مستعد أعمل أي شيء لحتى أنقذها. احكي لي شو بدك؟ بدك مصاري؟ بدك تقتلني؟ موافق على شو ما بدك بس بترجاك تتركها لقدام. تفضل افتحوا، يلا كبيس الزر وافتحوا. تمام ممتاز. وهلا انت رح تقتل أليشا بهذا السكين وبعدها بتاخد جدان. انت شو صار لك فيكرانت؟ كأنه ما فيك مخب نوب. انت وافقت انك تعمل اي شيء وصار دورك. انت طلبت مني فرصة وانا اعطيتك اياها. كنت عرفان انك شخص مريض بس بحياتي ما توقعت يطلع منك هيك شيء. انت برأيك في اب بالدنيا ممكن يأذي بنته كرمال شخص مريض مثلك؟ تركني. انت مانك معقولة. ها؟ انا اعطيتك فرصة كصديق لطيف وقدمت لك خدمة ومع هيك عم بتحاكيني بهالاسلوب؟ قديشك حدا؟ انا نية ولئيمة كتير. خاء يا الف راء، الاختيار لإلك. وهذا العرض لمرة واحدة وبس، يلا اقبال فيه اذا عجبك والا ودع قدام. لا حد بالعقل لك، شو عم تحكي فهمني؟ دارك شات بنتك او مرتك. نزلوا من ايدك فيكرانت، بترجاك لا فيكرانت. لا لا بترجاك يروح منه. لا اتركها فيكرانت. اثنين. لا اتركني فيكرانت. فيكرانت خليني احكي. ثلاثة. لا أربعة. بترجاك اتركها لقدام. بترجاك يعمل لي شيء. أكشات ما رح أتبعد العشرة. ها فيكرانت بترجاك وقف. إذا أنت ما قتلت بنتك أليشا ما رح أتردد لثانية بقتل قدام قدامك. لا فيكرانت بعد. إذا ما قتلت أنا رح أوصى فوراً. لا أليشا أنت عم تغلط. أنا رح أقتل حالي وإنهي هالموضوع. أكشات اقتلني أنا عم بطلب منك. أليشا أنت فاتي عليك. أنا رح أقتل حالي. خمسة. رجاء أنا اقتلني. أكشات بترجاك. لا اتركني. ستة. لا بترجاكي وافي أليشا. أوعك بس أليشا أعمل هالشي، بدي أنقذها. ماني جيتوا لهون ليش؟ عمل لك هاتي من إيدك. تركيها من إيدك. تسعة. عندك أمنية أخيرة؟ أنا بحبك، تأكد إني بحبك كتير. ما رح أتركها تموت. أنا رح أقتل حالي. نصيبنا نضل سوا لهلأ. لا أكشات. لا لا وهيك بنودع قدام. فيكرانت اه
لا عايشة؟ كيف؟ كيف رجعتي؟ أنت أميرتي، حتى الموت ما بيقدر يفرقنا عن بعض حبيبتي. وأنا رجعت كرمالك يا بنتي أليشا أنترا جيندال. شخصيتها غريبة كتير، مرحة وجدية بتصير.